السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، ماذا تعني الحناء في المنام؟ هذا هو العنوان بالنسبة لبنت العزباء. خلي بالكم يا جماعة، قبل ما أتكلم عن بنت العزباء والرجل المتزوج والمرأة المتزوجة والحامل والأرملة وإلى آخره، الحناء من الرؤى المحمودة بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك البنت العزباء لما تشوف الحنة أو تضع الحنة، هذه الرؤية تدل على وظيفة أو عمل، وكمان بتدل على العمل اللي هي بتبحث عنه أو العمل الذي تتمناه. فدي حاجة مهمة جدا، يعني أنا نفسي في شيء وهيتحقق لي، لكن الشيء ده خاص بالعمل أو بالوظيفة. وقيل لمن لا تبحث عن عمل، هذه الرؤية تدل لها على الستر والعافية، واحيانا تدل على زواج تقليدي. اما لو وضعت الحناء على القدم او على اليد فهي بشاره بقرب الزواج الذي كانت تتمناه ان شاء الله تبارك وتعالى. وربما تدل هذه الرؤيا لبعض البنات العزبوات على الاخبار الساره المفرحه السعيده التي سوف تسمعها في الفتره المقبله ان شاء الله. اما بالنسبه للمراه الحامل، رؤية الحناء أو وضع الحناء على شعرها تدل على الأخبار السعيدة والولادة السهلة إن شاء الله. إزالة الحناء، هذه الرؤية للمرأة الحامل تدل على هموم ومشاكل. رؤيتها للحناء وهي زاهية وهي جميلة، هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين، فإنها تبشرها بأن الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. طب المرأة الحامل لو وضعت الحناء على قدمها أو على يديها، هذه الرؤية تدل على مدى حبها لزوجها إن شاء الله تبارك وتعالى. طب المرأة المتزوجة، مش هنروح بعيد، يعني معظم الرؤى للنساء في الحنة يعني تعتبر قريبة من بعضها. المرأة المتزوجة رؤيتها الحنة تدل على الاستقرار في حياتها. وضع الحناء على شعر المرأة المتزوجة ورؤيتها لهذه الرؤية، فهذه الرؤية تبشرها بالحمل. وضع الحناء على القدم أو على اليد من المرأة المتزوجة مثلها مثل المرأة الحامل والبنت العزباء، فهذه الرؤية تدل على سماع خبر سعيد إن شاء الله تبارك وتعالى. ندخل على الرجل المتزوج، رؤيته للحناء وسبحان الله العظيم ووضعها، بنسأل الرجل المتزوج أنت إيه أخبارك مع ربنا؟ لأن القضية قضية إيمانية هنا. إذا كان متدين وعارف نفسه ومش مقصر في العبادات، فهذه الرؤية تدل على الأمن والأمان والنجاة من المهالك. وإذا كان على خلاف ذلك فالمعنى يعتبر واضح، عكس اللي احنا قلناه. وضع الحنة على الشعر الرجل المتزوج أخبار سعيدة، يعني زيه زي النساء. وضع الحنة على اللحية للرجل المتزوج تدل على الفقر والديون، سبحان الله العظيم. أما لو وضعها على لحيته وشعره بسعادة، هذه الرؤية تدل على زيادة في التدين. وضع الحنة على اليد تدل على وقوع ظلم عليه من بعض الأشخاص ومع شديد الأسف. تظلونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.